عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات أم السجود. مرحبا بكم على قناتي. فكرة اليوم إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ العودات ديال كوردو، غادي نزينوهم، نزينو الراس ديالهم بهاد النجمات هادو، كيتستعملوا في المناسبات، في عيد الميلاد نزوقوا بهم الكاطو، نحطهم هكا في القلب ديال الكاب كيك، اولا يكون التمر معمر، اولا الكويرات ديال الكوك كتحطوا في الراس ديالهم، كيكونوا مزينين بالشكل اللي بغيتهم، بالحجر، بالعقيق، بواحد لي موتيف ديال الرسوم المتحركه ديال سبونج بوب، تاع سوقه، كيتباعوا واحد اللصيقات صغيورين كتسدوهم هكا في الراس ديال الكوردو وكتحطوا في قالب الكيك ديال اعياد ميلاد، زينوا به الطبق ديالكم، حتى في الطبق ديال الشوا كتنزينوا بهم هكا ديال اللحم، كنكونوا معمرينهم بالفرماج، بالزيتون، بلا طوماط سيريز، بكورنيشون، وكيتحطوا هكا كيتثبتوا في طبق ديال اللحم. كنظن كلشي كيعرف هذه القضيه هذه. حنا كنهضروا اليوم على الفكره ديال هاد الكوردو، كيفاش نزينوا الراس ديالو باش يعطي واحد الجماليه في الطبق ديالنا. على بركه الله نبدا معكم فكره اليوم، كنتمنى كاع السيدات يطبقوها، فكره سهله وغتعجب الوليدات ان شاء الله. غادي ناخذ الكوردو، غادي نديروا الكره في الراس ديالو، وغادي نثبتوا فيها واحد النجيمه من هادو. انا هاد النجيمات كنت ديجا خديتهم من مرجان، عفوا، في المناسبه ديال راس السنه كيتباعوا، كيتزينوا بهم الشجره، انا خديتهم هكا كنزين بهم اي حاجه عندي في الدار، كيلصقوا حتى في الحيط، كيعطيو جماليه زوينه للحائط كيف ما كتلاحظوا. ها هي درت وحده من هذه الجهه وحده من الجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا، كيعطيو منظر جميل. غادي ناخذ وحده اخرى، انا عندي هاد النجيمات هادو في دوغي في الارجنتي، كنقدروا نستعملوا غير وحده على هذا الشكل هذا، وكنقدروا نخدموا من جوج الجهات، ندير وحده في الدوغي وحده في الارجنتي، ولا كيف ما بغيتوا، كيبقى تزيين على حسب الرغبه ديال كل سيده. وكنستمروا هكذا حتى كنكملوا العدد اللي بغينا حسب الطبله اللي عندنا. هكذا كيتستعملوا في التمر، الا كنتي معمره التمر كتحطي وسط كل تمره وتحط البلاطو هكذا مزيان بهاد النجيمات هادو، كيجي هائل في اعياد الميلاد. انا بعدا كيعجبني هاد الشيء، كيزيد جمال ديال الاطباق ديالنا. كناخذوا عاود وحده اخرى هكذا وكنلصقوا عاود هكذا النجيمه ديالنا، كتلصق بسهوله، صافي كنحطهم يبردوا وكنستمروا هكذا حتى كنكملوا كاع الاعواد اللي عندنا. انا ديجا خدمتهم، ها هما كيف كتشوفوا على حسب الطبق اللي عندي، خدمت تقريبا شي 30 وحده كيف ما كتشوفوا هكذا، كيعطيو جماليه للطبله ديالنا. والحاجه كتستعمليها لالا كتصاوبها بيدك، ماشي بحال حاجه كتشريها. انا بعدا كتعجبني الحاجه اللي خدمتها بيدي، كتجيني حسن، ماشي قضيه الفلوس، ولكن كتجيني حاجه مخدومه باليد احسن من حاجه مشريه. وهذه هي فكره اليوم كيف كتشوفوا. كنتمنى فكره اليوم تكون نالت اعجابكم، وتطبقوها، طبقوها في البيت ديالكم مع وليداتكم. الوليدات كيعجبهم بحال هاد الافكار هادو. وكنتمنى ما تنساونيش من اللايك ديالكم وتدعموني وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم باش تحفزوني نعطي كثر ونخدم معكم كثر. وكنتمنى اليوم نكون درت فكره جميله اللي راقتكم كيف ما كتلاحظوا. وكيف ما قلت لكم انا عند حسن الظن ديالكم دائما، ودائما غادي نجيكم بالجديد. اي فكره كتجيني على بالي او طبقتها في البيت ديالي او لا شفتها في شي مجله او هذا نشاركها معكم، علاش لا. كنتمنى نلقاكم الحلقه الجايه وتكونوا متابعيني دائما. خليتكم على خير، السلام عليكم.